بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة احنا هنلعب ماين كرافت دلوقتي. يلا بينا نبدأ. احنا قلنا ان الحيوانات اللي هنا ما بتعورناش صح؟ ولا بتعورنا؟ لا ما تعورناش. تمام. طب حطي مية في الماء. احنا عملناها يا اصحابي كرياتيف مود. فيعني تيجي نستكشف الجزء ده. على فكرة في ماينكرافت لو حفرتي ممكن تلاقي اماكن واسعة قوي فيها رولر كوسترز وحوش قد كده. انت حصل معاك الكلام ده قبل كده؟ لا انا بشوفه على النت. ممكن تلاقي في اماكن كده تحت في الصور بتاعت ماينكرافت. بنطلع فوق ازاي؟ احنا بنطلع فوق ازاي؟ انا نسيت. منتيرش زي عصفير. تيجي نخرمها خالص ونشوف كده. انا خايفة احس ان احنا هنموت. زي فاكر على لعبة ال اطلعي فوق. الموضوع مخيف. لازم تبني في حته بعيده عن اظن الزرار التاني مش الزرار اللي انت دايساه. انت بنيتي في وش. دوسي يلا دوسي بالماوس. انا مش شايفها قوي وانا عارفه سن. انا شايف سن. دلوقتي اطلعي وابنيها فوق. خليها بنفس اللون مختلف علشان لو حد حفر يعرف انه ممكن يقع. واو انا عايز اكتشف. فاكر ده من اخر مره لما شفنا البلد دي. تيجي نبوظها ونخليها عليها وش. انا جاتلي فكره. هنبني بيت جيري؟ هنبني وش جيري بتاع ماين كرافت ولا؟ بس محتاجين نلاقي حتة فلات كده. فاهم قصدي؟ حتة فلات ليه؟ عشان نعرف نبني عليها. اهو تقدر تشيل شوية ماشي. هنا ممكن تبقى خدي بالك. ده هتاخد قد كده. ايه ده؟ ايه ده رميتي ايه؟ خديه. طب تعالي نستكشف وخلاص. مش لازم هنعمل هنبني وش جري زي ما عايز. ابني وش جري دورك. ممكن لو لعبناها مرة ثانية نبقى نكمله. لا يعني ممكن ناخد شوية وقت. هناخد هنلحق معلش ان هما بيعور. شكيخ انت بتشعور. هنا واسع قوي حلو. تمام اظن هنا هيكفي وش جري لانه هيبقى بيت صغير وجميل. مش بيت هعمله مجرد وش. وش بس. ايوه مضحك. واسع المكان بس هو واسع. بس هو واسع. صوت الرمل وهو بيتكسر لذيذ قوي. مش عارف. عندي مساحة كبيرة. يلا نجيب البوكس بتاعتنا ونكسر ده كمان عشان ده واقف في وسط الطريق. تعالي يلا نبني. ممكن نوسع حتة صغيرة. اي انت لبتش البكين. تمام. بلو هنجيب بعد ما هنكسر كل ده هنجيب بقى الوان جيري. افتكرت انك قلت الوان جيل. انا قلت ايه الوان جيل؟
احنا عايزين بني بس فاتح. فاهمه؟ ايه ده اهو احنا عندنا. ايوه انا عارفه، انا عايزه اجيب بس كله من نفس الخامه. نعمل جيري وولي ولا عادي؟ وولي حلو. او الوان العاديه دي شكلها جميل قوي، اللي هي البيسك. ايوه كان في وولي ده. ماشي الالوان البيسك اهي هتبقى احلى اصلا. لا ده مش الالوان البيسك، دي الالوان البيسك. أيوة. في ده لون جيري. ايوه هيحتاج اصفر عشان شفتشي زي الجبنه. جبنه شفت جيري الجميله. لسانه ما تنساهوش. ايوه انا عارفه. نحتاج بينك عشان البق واللسان بيبقى احمر كده جميل قوي. ايه تاني هنحتاج؟ اسود عشان برقي وكمان منخيره وشنبته. ايوه صعب افكر ما نعملوش شنبه لانها تبقى تقيله. ابيض اي بدي ازاي تنسي؟ مش محتاجينك بس كده. بس كده هذه الوان النهايات العظيمه. تيجي كده اعملها رولر كوستر لبق جيري. لا انا هبني وشه كده على الارض. يلا نبني. احنا هنعمل اول حاجه اللسان. طب ازاي انزل تحت؟ يا نهايات عظيمه. هعمل الاول عارف ايه؟ ايه اللسان اخد بقه. انا عايزه ارفع عارف ايه دي؟ عينه مناخيره. إيه طب ازاي مناخيره تبقى على الارض كده؟ ايوه احنا هنعمل كل حاجه على الارض. صوره كده على الارض. المفروض مناخيره تبقى تحت سنه. ثانيه بس ايه بقى؟ بقه مقفوله. ما تصدقش ايه ده كمان ده جزء بقه حلو قوي. نعمل هاي الخدود بتاعته. انا عايزه اكبره سنه صغيره. مشكله هيبقى صغير. انا عايزاه كبير. مناخيري مش غني يعني. هو ايه اللي بيحصل؟ ما اعرفش ليه البتاع دي كل شويه بتقع مني. لا ما تضلميش. ممكن تحطي تورتش. مناخيره ثانيه. مناخيره في النص. دي مناخيره. مناخيره بيضة. مناخيره بني. خمسة تمام كده في النص صح؟ ايوه المفروض في النص ولا لا؟ لا هي بتبقى قدام سنة ايش ودي ايش. يلا نحط مناخيرين. يلا بالمرة تمام. غطينا الجريمة بتاعتك. ايوه ولو حفرنا مناخير ونسينا هنلاقي جريمة. تعالي نحط التورتش لاني مش شايف. طب ينفع تستنى سنة؟ اوكي ما هنشوف ان شاء الله. بعد كده هنجيب هو لسانه بينك ولا لا لسان بقه هو اللي بينك. اوكي يبقى شكله وحش قوي صح؟ لا هيبقى شكله وحش قوي فيها. فكرتك الاول هتعمليه على فكره مودل. لكن اتاري هيبقى صعب قوي. انت ايه يعني حسيت انك انت حاسس انه هيطلع نيع عظيم كده وفظيع. لكن التودي يلا اسهل. احنا كده هناخد فور ايفر. كده هناخد اكتر من الفيديو اللي احنا اصلا هنعمله. يس ايش يعني ما تنشكوش اللي عليك كحة؟ انتوا مش عارفين كحة لسان جري دي بواقي جبنة عشان تعرف. ايه
عيني بقي. انت ليه حفرتي بقي؟ ما ابعد ليه؟ جنين يعني هاتي قوي. سبحان الله ازاي؟ صدقي شكله حلو. وش قوي حرماني. انت حفرتي بقه. اغير حاجة بس كده. ايوه اوه بدا يظهر شكله شوي. ايوه سته بقى. طيب ولا كانك حاجه حصل. ده مال عينين جدي كبيره. انت هتكبريش. يوه خدت فكره وحشه عن يعني هيك. ما تخافش يعني مش هتبقى طويلة قوي كده. تعالي نحفر عشان نحط الجوة البعبي. بعبي؟ ايوه البعبي. هيبقى ايوه رقم. اوه بدا يظهر شويه. اصلا الجيم مسميينها نيا وده حلو قوي. هيبقى 5 6 7. ايه ده مش هو ده لو يبقى واحد يتهيألي. احنا في الدعك على فكره. لون جيري ده زي لونه في الفيلم الجديد ده اللي عجبني. موجعني انا موجعني. كان هيبقى اكبر مما توقع. يوه اه على الاقل طلع. انا عن نفسي عاجبني هذا بجد. ايوه حلو حلو. ازاي تنسي شعريته؟ لا مش شعريته. ما انا عارفه حواجبه. حاضر حاضر. ايوه حواجبه عشان تبقى مع يا شكله وحش قوي. انا اعرف ماينكرافت. اظن لازم تعملي حوالين البق. اظن معاك حق. يو استنى نعمل كده وكده وكده كده. ايوه كده شكله حلو. اجي انا عندي لوج كده وكذا وكمان كده. فعلا كده احسن دلوقتي. وجاني لعمليك لو كنا عملنا اكبر كان هياخد وقت اطول على فكرة وكان هيبقى شكله احلى. كان هيبقى مليان تفاصيل. مش مشكلة احنا لسه مبتدئين في البناء. ثانية انت مش مبتدئة. انت عملت مدينة الفراخ اللي باظت. ايه ايوه باظت. ايوه اللي بوظها مش عارف. غصب عني كنت ماسك اللافا فغصب عني دوست رحت موظت كل حاجه. لا كيكيتي موشت حياتي. ليكي جاء اكلت حياتي وموشت. البوم جيري الجديد بيتباع في كارفور. يمكن اجون بيتباع اصلا. نفسي احنا نفسنا بصراحة نعمل البومات جريبة حقيقية بصراحة. بصراحة بدأ يظهر شكله اكتر كده. اتنين يا نيا نيا اجي انت هتعمليها حواليها كلها. عشان كده فدانه مش تقيلة اوي. نفتكر افتكرتها تبقى صغننة اتاريها هتعملي حواليها. مش اوكي فهمت دلوقتي. وجه اللي خلي شكلها جميلة. وي قربنا نخلصه. استنى الحواجب صح. ازاي انساها؟ اجيب شيء. لا بلاش دي شكل. ايوه بس هيبقى شكله بالحواجب مضحك اوي عشان تبقى
عشان هيبقى الحواجب عبارة عن خطين كده. ماشي عشان تبقى عارف بقى. جاهزين يا اصحابي؟ استنى ايه ده احنا عكينا ايه؟ فكرني بفيديو سبايدر مان. جاهزين يا اصحابي؟ تلاتة اتنين واحد. شكله وحش قوي. فكرت يبقى في تفاصيل اكتر من كده. ما عشان قلته صغير. دورك العب انت. انا اسفة يا اصحابي انا خذلتكم. شكله وحش قوي. بس ما تكسروش. خلينا متوقع انه هيبقى شكله احلى من كده. تي مش تي قصدي اي اي صح؟ هي اي. اوكي فين الكي اي؟ اهي. شكلي يا وحش قوي يا ليكي. ايه ده؟ اي انا كتبت اي ما علينا. اوكي اصحابي انا هعمل رولر كوستر. انا اسف. ايه ده في حد مش قلنا؟ سكيلتون. واه ايه ده؟ اوه بوشن. زاك عامل ايه؟ اهو مرونا الكوستر ايه قدام اصلا هي موجوده. اوكي اي فينك يا اي؟ اي اهو بس كده مبني رولر كوستر. دي اول حاجه. يا المفروض العكس ده. اسف. يو استنى. اوه واو واو شوي دلوقتي. اتفضل. هبتدي من هنا لان اصلا البداية لازم تبقى بس كده. يلا برضو. نسيت انا اسف. اوكي اتعلمت دلوقتي ادوس الزرار ده عشان تعرفوا الكنترول بتاعتي لعبتي غريبة. ايوه دي صح؟ مش غريبة بالعكس. ايوه كده. وي روتي اوعى تلمس النياع بتاعي. اوكي اجيب اي لون؟ اسف برضو. ها اوكي. ابعد شوي. صدقيني فعلا. دلوقتي مش باي يا اصحابي عشان تعرفوا كان قصدي دلوقتي هبدا البناء الالتيميت نست. اوكي الزرار اللي في الجنب ومن غير ما اطلع ممكن تحوتش منه. ايوه انا احلى حاجه انها بتصلح بنفسها. ما فيش نحايات اقدر اجيبها وخلاص كده بيصلح لوحده. تطلع فوق هنا. ايه ده هتبقى رولر كوستر طويله جدا. ايه تحوت شمال او يمين عشان بجد. انت موت يعني تشيكن هيفن؟ غصبا عني موت بعض الفراخ بس بعض كده. بس بعض الفراخ عايشه. ايوه من هنا وبعدين هنا. بعض الفراخ عايشه وبعض الفراخ ميته. اللي كانوا في البيت هم اللي ماتوا بس. واللي كانوا عند البيت. سابوا عليا صدقني. وانا صدقيني كنت زعلان كنت عمال اسمع اصواتهم وهم بيموتوا. كانوا عمالين لا ما كانوش بيعملوا كده بالظبط.
انا بس بزود سنة. احمد شمال. حاضر بس عند دي. لا شمال مش يمين. مش كده. انا اصلا حاولت يمين من شوية. انا اصلا كنت هيرو فوستر هتنتهي امتى؟ بعد المنطقة الطويلة. انا عندي فكرة طويلة حلوة قوي. معلش انا اتبع. ايه هي؟ عندي حتة فكرة رائعة. ينفع تديني بس ثانية هعملها لك. عندي هي في فرخة هناك ولا ايه؟ لا ده مش دي ارانب. ايوه دي ارانب. زيك يا ارنوبة. يا ارنوبة البلبوزة. مش عارف اللي انا بقول. استنى. يعني بصراحة ماينكرافت دي لعبة اروع من متوقعات انها اصلا تبقى. من ساعة ما انا عرفت زرار الاي ده في حياتي. فين بدايتها؟ هنرجع عند بدايتها تاني. هتبقى الرولر كوستر ما بتنتهيش. ايه؟ فهمت؟ ايوه. اوه كانت سريعة. واو. سيبسي شوية. من بدايتها يا ترى. غريبة. مش عارفة انا فكرت بصراحة في كده. كده مش هتبقى احلى على فكرة. كده مش هتنتهي. اوه. يا لهوي. ده لسه شوية. ما عندي فكرة حلوة. نعمل حتة جيجلي ويجلي كده. وافضل فاهميني طبعا يا مشاهديني الاعزاء. لغاية لما توصلي عند التاني بس كده. كده مسافة حلوة. هتعمليها بتمشي على النياع؟ لا سيب النياع بتاعك حلو. ده شكله وحش قوي. و اخر جزء في جزء NCT. اوبس انا اسفه. بس دلوقتي انا هنجيب الرولر كوستر نفسها. يا ترى هتطلع حلوه ولا فكرتي هتبقى وحشه جدا؟ هنشوف كده هتطلع بعد وحشة. الفاصل ترير. مفيش فاصل. ده فيديو. فين الرولر كوستر بتاعك؟ يا دوبك اعلانات. هي الرولر اظن طبعا هنا. ايوه كده. ايوه كده تمام. يلا نحط. اوه مش هو. مستني نعدل التربيزه بتاعتنا. بيرفكت. يلا ما جرب. بيرفكت. يا رايحه فين؟ امسك يا بيبقى في زرار رايد لما اقرب. لوكي كرافت اظن. ايه ده؟ احنا بجد هنركبها ازاي؟ دي فوق عشان لو ازاي الغي البتاع اللي في ايدي دي خالص. ماري دوسي. يلا يلا بينا. يلا 3 2 1. ايوه اهو. Left shift. دوسي left shift تاني. دوسي تاني. دوسي احلى جزء. بس هنا ده عمل يلا بينا نبدا المدينه. يو لا لا احنا بنرجع لورا. مش مشكله هنروح للحته دي. مش هي ما بتخلص. ده اسمه ايه ده؟ ده بيفضل يجيب البلوكات وياخدها. بس دي ويجلي. ايوه الجيجلي. ايوه بس الجيجلي ويجلي. ايه ده احنا مشيناها على طول. ما عملتش الويجلي الجيجلي.
هو ده ازاي بيعمل كده تلبورت؟ مش عارف، هو عنده قوة كده. بصي، هو عبارة انه بياخد البلوكس، فخذي بالك لحسن ياخد النيعة بتاعي. لا انا قبل كده كنت عامل مدينة حطت فيها دول، راحوا اخدوا كل الحاجة اللي انا عاملها. في لعبة غير ماينكرافت اسمها هابي كرافت، لوكي كرافت. هابي كرافت دي واحدة تانية، ده قبل ما ننزل لوكي كرافت. لوكي كرافت غيروا اسمها بدل هابي كرافت وعملوه. لا مش لا. هنا كمان ده في اللعبة التانية. هنا ما بينفعش، مش هنا معمولة عشان كده. لا هي معمولة عشان امشي بس. يلا ارنبي انا موتشي ايه ده؟ ده ارنب، ده نيع الارنب. انت ما سمعتيه عش عنه؟ يا ايوه ده مكتوب في التاريخ. ما علينا، كفايه من الراي دي، اظن انها ليفت شيفت. اوكي، اما المهم امال ليه، امال ليه لما ما اعرفش نمشي غير انا هعمل بسين حاجه. بسين في الشتاء اللي المشكله، مع ان الكريسماس قرب لكن برضو عشان كده بقول لك تعملوا قد ايه. انا الكريسماس جه اصلا. تعمل كبير ولا واحد؟ تعمل كبير بس مش كبير يعني عملاق، لا مش زي الرولر كوستر. الرولر كوستر يعني ما نكتبش. اصحابي مش عارفين ازاي نعمل كرييتيف مود. حاولنا نعمل كرييتيف، عملناها ليا يا دوب المره دي، بس كنا عايزين نعمل نيو جيم بس ما عرفش، ما نفعتش نعمل. عملوا غويط ولا عشان الاطفال حرام؟ غوطوا ماشي بس غوطوا درجه علشان هيبا كده ما فيهوش عمم خالش. وممكن اعمل حواليه حاجات يعني زي البسين الحقيقي. احنا علمناكم كذا حاجة تبنوها، ازاي تبنوا النيعة بطريقة عالم توم وجيري الاصلية. احنا قلناكم ازاي نعمل كرييتيف مود في الفيديو اللي قبل كده، لو فاكرين ازاي نعمل كرييتيف مود اكتبوا تحت في الكومنتات، عشان احنا نسينا للأسف. معرفش مش هينفع نشوف فيديوهاتنا، عشان كده هندي مشاهدات لنفسينا. يلا بينا نبني المدينة. يلا انت قلت تحفر حفرة تانية. ايه اصح، ما انا عارفة يا اصح هتتحفر. انا نفسي في حبيبي. ليه ما تسيب احفر؟ بص انا احفر حفرة تانية علشان اعملها زي البسين الحقيقي. انا اغرق. ما تخلي كنت جزء، لازم يكون كرسي. جزء ممكن اعمله في حتة تانية. ليه؟ اعمله في حتة تانية هنا. ايوه سيب الجزء ده بقى. ايوه ماشي اعمل انا دي. احفر دي وبعدين بس. الف. ايوه سيب الجزء ده عشان كده كأنه كرسي، عارف المقعد ده؟ ايوه عارف. أيوة. في كذا مقعد كده بيبقى في البسينات. أيوة. بسينات ايه؟ بسين. جي 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 واحنا لسه بنشتغل. ما تخافيش الميه هتنور. اكسرهم لك انا بسرعه؟ لا انا عارف. روتي طنيا اوبس ايش هكسر الكرسي. اوكي استنى اجيب لك الميه. ميه جميله، ميه الميه. ده في قنابل واعصير. واو اقدر اعمل قنابل واعصير. استنى انا عندي فكره حلوه. ايوه ده ينفع. ايوه لو حوالين البسين ده، انا فهمت قصدي. مش ممكن حوالين البسين وجوه البسين كمان؟ لا ما بيبقاش جوه البسين قوي يعني.
فين ايه؟ ووتر ويتر 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 ووتر ويتر. ممكن نعمله بسين لافا. لا انا مش عايز بسين لافا ارجوك انا مش عايز. في ماينكرافت اللافا بيموت. لا ما هو دي كرييتيف وورلد يعني عمر ما هيحصل لك. اوبس لا ايوه خلي ده سبيشال كولر تحت. اوكي يا يمشي المية. لا هي المية بس تفرق طبعا ما ينفعش احفر المية. لا ازاي هتفضل كده حلقة سيبيها سيبيها دي زحلقة حلوة. ايوة عايز مية تعني. حاضر سين بتاعي مليان مية. حاضر بأمانة حاضر أنا عارفة إنك كريم مية. مية تاني تاني أكتر. ثانية واحدة علي أحسن هنديهولك باللافا. لا 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 باللافا مشين الأرانب. بولو 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 تصدق حلو حلوة زحليل. أوكي بس كده أنا بفكر أعمل حاجة ثانية. لسه 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 بأمانة الأرنب ده يعني بيقوم. تعالي نغرقه تعالي حط عليه مية. أوه هتغرق يا أرنوب أنت. اغرق غرقي الأرنب. خلاص هو أرنب هو بيعرف يقوم. أوه شكله بسمكة يا أرنب حبيبي ينفع تغرق هغرقك. بتكسر البسين. طب ازاي اطلع فوق علشان انا مش عارف غير دي. تعالى نعمل لحظه رائعه. بص زي بتاعت ايه ده لافا لافا. استني انا اللي هنط فيه. ربنا ما زعلنيش. 3 2 1 داي ما بيموتش. الله ايه ده حلو قوي. سخنه قوي تحت الميه. الميه كانت هنا. انا عندي فكره. ليه ما تقتليش ده زودي لافا على لافا. انت ليه بتعملي كده اختي؟ انت هتبوظي الورلد بتاعنا. لا لا ما صدقني مش هبوظ. مزيج المواد الكيماويه مع اللافا هيبوظ. لو سمحت ينفع العب جوي ثانيه هحط لك اللافا دي تلعب كل اماني. طب ايه دعوه الاماني بالله عشان سكويز يا لافا سكويز يا لافا. وحوش ينفع اقتلك؟ بمجرد تدوق عليهم لافا افضل واقف افضل واقف. لا العكس لافا العكس مات. منتشر في كل حته. ايه ده روح هناك روح هناك ده هينفجر. استني بصي روح هناك ثانيه. اوه ازاي استنى روح هنا ثانيه. اوه نو اللافا بدات تنتشر في كل حته. هتخليها مدينتي اللافا شكلي كده. هو انا عايز اعرف انت اي توجع. انا الوحيد اللي بعرف اطير هنا. جرب تحطها هنا. اه كانت بتوجع قوي. حطها الشجر. اما حطها الشجر. حطها في الحفرة دي. استكشف الحفرة دي قبل ما ايه ده. طب ثانية انا هجيب لايت تورتش. ايه تورتش ده استنى ايه ده باكيت اوف فيش تورتش تورتشي تورتشي اي وانت تو ايت ات تورتشي تورتشي. اوه دونات
دوناتس وفي كوكي. مش مهم. ايه يا مامي الاصوات مخيفة قوي اهو. جورجي جورجي حبيبي جورجي تعال لاني وحشتني. حط بقى تورتش كل ما تخش. ايوه قصدي لا خش جوه جوه. اه هندر جوه بس برضه هنور كده سنه عشان ما احسش بالخوف. ترى جوه هيبقى في ايه؟ الو 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 ايه ده؟ واو انا رسانة شوف فراخ. ايه ده هو فراخي؟ فراخ ما في طريقين في هنا جوه. انا هجرب هنا لان هنا من هو ده هنا على برا هنا على برا هنا على برا هنا على برا. خش جوه بقى تحت جوه المكان ده. انت كنت تشيكن هيفن؟ هما لما الفراخ بيموت بيروحوا هنا؟ بس انا صوت فراخ. ده طلع كريبر. فين كريبر ده؟ خش كده اهو كريبر. فراخ موت. عم عليك بموت ده كريبر. ده في كريبر تاني. ايه ده؟ هو ده ذا كريبر هيفن ولا ايه؟ نور حلوه. عامل لهم اجتماع. عارفه الاجتماعات السريه قوي دي؟ احنا النهارده بنخطط ان احنا نقتل اليكس وشيف. بيخططوا على كده شكلهم. مش هو ده ايه ده؟ هو هنا تشيكن هيفن؟ ايه ده؟ واو ايه ده؟ مش فاهمة حاجة. اروح من هنا ولا من هنا؟ شمال. اروح من هنا. مش ده الشمال؟ مقفول. لا مش مقفول. مقفول. اه مقفول. نعدي الناحية التانية بقى. هو الناحية التانية. قرب شوية. هو مقفول ده برضه؟ انا مش فاهمه ايه اللي هيبقى هنا. طيب قلت لك في اماكن سريه بتبقى تحت الارض. ايوه انا عارفه. طب وبعدهم بيبقى فيهم روبوت بوست بتبقى نادره بس يكونوا بيخدعونا. هناك شفت كذا حد بيلعب له بقى. شمال ولا يمين برضه؟ هنا في سكيلتون اظن. هنا هيبقى اكسايتنج هيبقى ممتع. هو الوحوش عايشين هنا؟ اهو سيبه في حاله حرام. اوكي ما علينا. انا اسف يا سكيلتون ناتي. سكيلتون عايشة هنا. ده الوحوش عايشة هنا. بشوف كده لو في حاجة تاني. انا تهت ولا ايه؟ ايه ده؟ ده في هنا طريق مليان بالطحينة وكده. انا اروح هنا عشان اسيب التانية مفتوحة. ايه ده؟ ايه الغابة دي؟ مش مليانة بالاسرار. ممكن نلاقي فراخ ميت. تكون هي الفراخ؟ ما علينا فراخ ميت لي. او فراخ مطبوخة. مش عارف ازاي انا باكل فراخ. ايه ده؟ ايه ده كان نايم. اه ده بات. بات او خفاش. ازاي ضربت اصحابي؟ ده خفاش. مش غريب. هو انا اتهت ولا ايه؟ احتمال. غير لو حد كان في الحياه هنا وحاول يطلع. عارف هيعيش هنا للابد مع الوحوش. ولو الوحوش بتموت جاتش كده. اوكي اما اروح. باي يا اصحابي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لا الناحيه الثانيه ما شفناهاش. لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل عشان يوصل ليكم. عايزين التورتشز. باي.